في عندنا 6 ديفرنت كنترولرز ممكن نختار، وطلعنا على بعضهم لحد الان. ايش الكنترولرز اللي طلعنا عليهم لحد الان او حكي ذكرناهم؟ بي اي دي، بي اي دي الكنترول الجوريثم. انا هلا بدي اركز على الفيزيكال كنترولر. بي ال سي، بي ممكن استخدم كمان بي سي وديسكتوب مثلا، زي الحاله اللي حكينا عنها قبل شوي. ممكن انا اشبك يكون الكنترولر تبعي موجود في بي سي او ديسكتوب. هذا انا بحكي عن الفيزيكال كنترولر. فيزيكال كنترول يعني وين الكنترول الجوريثم بده يقعد. في فرق بين الكنترول الجوريثم والفيزيكال كنترولر موجود. اذا احنا هلا حكينا عن الفيزيكال. فيزيكال ايش معناها بالعربي؟ حسي. حسي. انا الكنترول الجوريثم ما بقدر امسكه بايدي، ما بقدر اقول لك هي الكنترول الجوريثم، بس الفيزيكال كنترولر هي اللي بكون ممسكه، اللي حاطط فيه انا الكنترول، اللي راح يتشبكوا الانبوتس عليه والاوتبوتس. اذا الفيزيكال كنترولر في الاوبشن اللي عندي، اول اوبشن مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسر. واللي هي الاسم الشائع احنا المايكرو كنترولر بنقول عنه بيك، هو الاسم الصحيح يعني علميا هو مايكرو كنترولر، اللي هو عباره عن مايكرو كنترولر مكرر مرتين. انا اظنهم كان مايكرو بروسيسر. المايكرو كنترولر بتختلف عن المايكرو بروسيسر انه فيها مايكرو بروسيسر وفيها بالاضافه كل البريفرنس الانبوتس والاوتبوتس والسيريال كوميونيكيشن وميموري وهذا، بحيث انه اغنتني اني اجيب مايكرو بروسيسر واركب عليها كل الاشياء. فالمايكرو كنترولر، هلا المايكرو كنترولر ميزتها الكوست لو كوست، مش هيك؟ تكلفتها منخفضه. فانا اذا بدي اصنع عدد كبير جدا من هدول الكنترولرز، يعني لو عندنا واشنج ماشين، اي سي، اير كونديشننج سيستم مثلا، كل هذه الاشياء مثلا، كاميرا الكام كوردر مثلا، كلهم ما راح استخدم فيهم، ما راح استخدم بي ال سي، ما لهاش معنى اني استخدم بي ال سي. بدي حجمها صغير والكوست تبعها منخفض، بس طبعا بدي اصنع عدد كبير منها. اذا لو كوست وهاي فوليوم، هاي فوليوم يعني لارج نمبرز، بدي اصنع منهم لارج نمبرز. هلا مشكله المايكرو كنترول الانبوت والاوتبوت تبعتها مش في شكل مناسب. ايش راح يكون الفورمات تبع الانبوت والاوتبوت؟ 5 فولت مثلا، 0.5 فولت، يعني مثلا الانبوت والاوتبوت الاي او تبعها راح يكون مثلا 0-5 فولت، مش هيك؟ والكرنت اللي بيقدر يعطيني اياه محدود، مزبوط؟ يعني بال 20 ملي امبير مثلا. اذا هون ليمتد، يعني الاي او تبعها فيري ليمتد، ولذلك الاي او نيدز انترفيسنج، يعني احنا بدنا نشتغل على الانترفيسنج. يعني انا لو بدي اشغل مثلا، بدي احول الاوتبوت ل 0-24 فولت، او بدي احوله من 0-230 فولت، او بدي اتحكم في ريلي او شيء، عاده ما راح اقدر مباشره اتحكم، في حاجه للانترفيسنج، والانترفيسنج هاي بدها تصميم. وطبعا التصميم هذا ممكن يشتغل ممكن ما يشتغل، ممكن يكون في مشاكل، مش هيك؟ بده خبره. التصميم مش انه حتى اشغله بس انه يشتغل، حتى يشتغل يكون ريلايبل، بده خبره، مزبوط؟ فاحد المشاكل اللي بتصير احيانا انه بنصمم هدول الانترفيسنج بصير في مشكله، ما بيشتغل بشكل صحيح لانه هذا بده خبره. في حين ميزه البي ال سي لما نطلع عليه كمان شوي، ايش الميزه في الاي او؟ جاهز عندي الاي او، جاهز عماله بعطيني 0-24 فولت، عليه حمايه وعليه انترفيسنج وعليه اوبتو ايسوليشن وكل الاشياء هاي مختلفة. اذا هون احد الليميتيشنز الريستريكشنز الرئيسيه انه عندي الاي او ليميتد ولازم اعمل له انترفيسنج. كمان ممكن يكون يعني سنسيتيف تو نويز، وراح احط انا هون الكترومغنتيك، يعني مش نويز، مش النويز الاكوستيك نويز. فالمشكله في المايكرو كنترولر ممكن تتاثر بالنويز بشكل كبير، ما فيش في ما عليها حمايه. لما انت تشتريها كاي سي وتركبها ما عليها حمايه للالكتريكال نويز، الكترومغنتيك او الكتريكال نويز. وهذا كمان بده بتعمل له تصميم معين بحيث انه تحميه من النويز اللي ممكن ياثر عليه، الالكتريكال نويز اللي ممكن ياثر عليه. اذا عندنا مشكله انترفيسنج، في شغل كثير لسه بدي اشتغله على المايكرو كنترولر. اذا بشكل عام المايكرو كنترولر المايكرو بروسيسر بدها انترفيسنج، بدي احميها من النويز. بدك تحط لها طبعا، انت بدك تحط لها كريستال خارجي وبدك تضيف لها اضافات. هي عادة ميزتها الرئيسية انه الحجم صغير والكوست قليل، لو كوست. الهاي فوليوم يعني بعملها للاشياء اللي بدها هاي فوليوم، سمول
سايز، بس هي مناسبة للأشياء اللي بدها تطبيقات كثيرة. هاي فوليوم يعني ماس برودكشن. تمام بالضبط. يعني عادة بستعملها، بستعمل عادة إذا عندي إشي بدي أعمل منه 10,000 أو 50,000 قطعة مثلاً، عادة بدي بشتغل على الديزاين لحد ما أخلص الديزاين وبستعملها بهذا التطبيق. إذا عندي إشي بدي أعمل منه جهاز أو جهازين والسايز مش مشكلة، أسهل لي إني أستخدم PLC. إذا هون عندي many external additions اللي هي مثلاً الـ IO، بدنا نضيف الـ IO، بدنا نضيف الـ crystal مش هيك؟ أشياء أخرى. اوكي ماشي واضح. اذا من مايكرو كنترولر القرار اللي بدي اتخذه بده يعتمد على الاشياء هاي، بده يعتمد على الكوست اللي عندي، انه هول فوليوم هل عندي عدد كبير، هل الحجم صغير ما ياخذش، ما راح ياخذ سبيس عالي، وبدنا نشتغل بده شغل على كل الاشياء هاي المختلفه، محدود من ناحيه الاي او. اذا الخيار الثاني اللي شائع اللي هو البي ال سي بروجرامبل لوجيك كنترول. هون الكوست بده يرتفع. قديش تقريبا تقديرا الكوست ما بين المايكرو بروسيسور والبي ال سي؟ يعني على الاقل البروجرام لوجيك كنترول بنحكي ب 200 دينار 200 دينار او 250 300 دولار على الاقل، اقل يعني اقل حجم او اصغر من اصغر الاحجام. احنا هون تقريبا ب 10 دولار اقل 3 دولار ممكن تشتري مايكرو بروسيسور، بس هاي بدها اضافات كثيره. هاي عم توفر عليك كل الشغل لانه good IO شيك عندي الـ IO. فالـ IO ممكن يكون عندي 0 to 10 volts 0 to 24 volts، ممكن حتى يكون عندي كمان في مثلا interfacing 0 ل 230 volt AC، هدول هون عندي DC، حتى ممكن كمان يكون عندنا analog. هلا هون في عندنا analog بس طبعا بدنا نعمل له interfacing، هلا ممكن يكون عندي analog اي او كمان في عدد البيتس اللي احنا بنقررها اللي موجوده. ممتاز اوكي. اذا هون ايزير بروجرام وبشكل عام يمكن البروجرام تبع البي ال سي اسهل الفهم من البروجرام تبع المايكرو كنترول. يعني ما بندخل كثير بتفاصيل هون، ما بندخل بتفاصيل الهاردوير، كان نعطي لبورت معين وبعدين هو بيرتب الفول. هلا الاي او كمان هون بروتكتد فروم نويز، وحتى كمان بيكون في اشياء اضافيه غير النويز، كمان مرات بيكون في عندي شيء اسمه اوبتو ايسوليشن، اوبتو كابلر او اوبتو ايسوليشن. والاوبتو ايسوليشن معناها انه انا بحمي الدائره الداخليه او المايكرو كنترولر، هو هاي في داخلها راح يكون مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور، بحمي الدائره الداخليه من اخطاء التوصيل الخارجيه ومن اخطاء النويز. الاوبتو ايسوليشن بيسمح لي انه يكون عندي الاي او، فانت لما تجيب الاي او بامكانك تطلب انه الاي او يكون اوبتو ايسوليتد. اوبتو ايسوليتد معناها في مرحله معينه الاي او راح يمر على لايت ايميتنج دايود الى فوتو ترانزستور، فالاشاره بتنتقل اذا كانها ديجيتال مثلا 1 و 0 تنتقل من ال PLC الى الخارج عن طريق مثلا MPN او PNP، وفي هون عزل ضوئي. فلو صار عندي هون هاي فولتج وخطا معين مثلا، الفني راح وصل هذه على فولتج عالي بسبب خطا معين، ما راح يرجع الاشاره وتخرب الدائره الداخليه. في حين هون لو اجى حد وصل بشكل خطا بدون اوبتو ايزوليشن ايش راح يصير؟ هلا اذا بدك اوبتو ايزوليشن بامكانك تركبه، بس انت بدك تبنيه. هلا ممكن انا اطلب هون اذا عندي اوتبوت حساس او سنسيتيف او في مشكله، ممكن اني اطلب انه هذا الاوتبوت يكون اوبتو ايسوليتد بروتكتد نويز بروتكتد اوبتو ايسوليتد. كمان ممكن يكون عندي طبيعه الاوتبوت، في عندي اوتبوت ممكن تكون ام بي ان بي ام بي، يعني بيكون الاوتبوت هو اوبن كولكتر ترانزستور، بيكون ام بي ان او بي ام بي واقدر اشغل عليه، او ممكن يكون كونتاكت فولت فري كونتاكت. فولت فري كونتاكت يعني انه الكونتاكت اللي بيطلع من البي ال سي بيكون كونتاكت، هذا بسموه بالصناعه التعبير المستعمل له فولت فري كونتاكت، يعني انا بعطيك الطرفين تبعون الكونتاكت بتعمل فيهم اللي بدك اياه، بس هذا الوضع السويتش مسكر او فاتح ايش بيعتمد؟ على البرنامج اللي بداخل البي ال سي، فحسب ما انت بتبرمج البرنامج اللي في داخل البي ال سي في لحظه معينه بيكون هذا الكونتاكت مسكر او فاتح، بس كهربائيا الطرفين بيطلعوا لبرا
بيكونوا بهذا الشكل. ما فيش كهربائياً أي ارتباط ما بين الدائرة الخارجية ودائرة الـ PLC. واضحة هاي؟ هذول نسميهم Volt Free Contact. في بعض أحيان إحنا مثلاً افرض الـ PLC هذا بده يشغل نظام الإنذار الـ Fire System في العمارة. أنت ما بتعرف شو الدائرة تبعت نظام الإنذار الحريق في العمارة. مثلاً في افرض في إنذار هون جرس رح يشتغل. وانت بدك تطلع اوتبوت من الـ PLC يشغل نظام الانذار. هلا احيانا انت ما بتعرف شو الانترفيس اللي راح يشغل نظام الانذار، ما بتعرف انه هو 230 او 24 فولت او بي ام بي او ام بي ان. فشو احسن شيء بالاخر تعمل؟ المواصف اللي بتيجي من شركه تبعت الفاير الارم بتقول اعطيني فولت فري كونتاكت. الفولت فري كونتاكت بكون ريتد يتحمل لحد 230 فولت. هلا انت هون ما بتحتاج تعمل اي شيء ولا تعرف كهربائيا عن اي شيء الدائره الموجوده هون. كل اللي بتعمله ايش بصير لما يطلع معك اشاره معينه حسب اللوجيك اللي موجود في البي ال سي انه انا بدي اطلع الارم، بتسكر هذا السويتش. هذول التو كونتاكت وين بيروحوا الان؟ الدائره تبعت الفاير الارم او اي دائره ثانيه. ماشي واضح؟ هذه ميزه مهمه. نعم، بس الافضل دائما يعني بشوفه كمان مستخدم يعني انه اللود مش ما وصلوش مباشره على بي ال سي، تحط ريلي بصير. ماشي بصير نفس الفكره. انت عم تعمل فولت في كونتراكت، هو راح يكون في ريلي داخليه في البي ال سي. بس انت اذا عندك مشكله او بدك تاكد اكثر مكانك تطلع الاوتبوت من البي ام بي تحطه على ريلي وبعدين تاخذ 2 فولت في كونتاكت تعملهم، او مرات بطلبوا تشينج اوفر. اذا بدي ابعث تشينج اوفر كونتاكت بكون كيف شكله؟ زي هيك. هذا بنسميه سي، هذا نورمالي كلوز، وهذا نورمالي اوبن. وانت لو ركبت الريلي اللي انت بتحكي عنها كانت تطلع منها الثلاث تيرمز دول وتبعتهم، وهو وقتها بيستعمل اذا بده نورمالي اوبن بده نورمالي كلوز كانوا يستعمل الكونتاكت اللي بده اياه. هاي احد الميزات الموجوده كمان في البروجرامبل لوجيك كنترولر. كمان الميزات الحديثه كمان انه ممكن انا اجيب موديولر ديزاين. معظم البروجرامبل لوجيك كنترولر الحديثه فيها بقدر اركب كاروز، يعني بيكون فيها راك. عارفين ايش يعني راك؟ زي رف، والرف فيه فتحات بتدخلوا فيها كاردز. وبعدين اذا دخلت على الكتالوج تبع صانع البي ال سي بكون حاطط، وكلهم بكونوا موديولر، يعني بدخلوا بنفس المكان، بدخلوا بنفس الحجم. بس هذول الكاردز بكون كل واحد لها فانكشن. مثلا افرض احنا بدنا هاي سبيد كاونتر، يعني في بروسيس معين عم بتعطيني بلسز، والبلسز هاي هاي سبيد، يعني مثلا سرعتها بالكيلو هرتز او 10 كيلو هرتز او 100 كيلو هرتز. ما بدي البي ال سي يضل يفتش على هذا الكونتاكت انه سكر او هذا الانبوت باستمرار. شو بنستبدله بداله؟ بنحط هاي سبيد كاونتر وبندخل الانبوت هذا اللي له هاي سبيد عليه، فالكاونتر هذا هو بعد، وكل ما البي ال سي فضي بروح بقرا من الكاونتر هذا. في شيء بيشبهه في البيك، مزبوط؟ مش في عندنا كاونتر؟ في كاونتر في البيك؟ نفس الفكرة اللي موجودة هون، بس هذا بكون نفس الشيء معمول له انترفيسنج جاهز. كمان ممكن نجيب كارد مثلا يكون بي اي دي، ممكن يكون كمان عندنا كارد ايثرنت. ليش بدي ايثرنت؟ ممكن اشبك هذا على سكادا مثلا، او اشبكه على النت حتى واعطيه اي بي ادرس. يعني ممكن هذا البي ال سي اذا بشبكه جزء من سكادا سيستم يصير في له اي بي ادرس. وبتسمعوا هلا عن الانترنت اوف ثينجز. الانترنت اوف ثينجز انه كل جهاز حديث الان بصير يتصنع خلال ال 20 30 سنه القادمه راح يصير في له اي بي ادرس. يعني مثلا الدمر مثلا موجود هون، الضوء اللي موجود هون مثلا، الكاميرا مثلا، كل صار له اي بي ادرس، وبقدر اعمل له ادريسنج اي بي ادرس واخذ منه معلومات واتخاطب بيني وبينه. هاي تقريبا فكره عامه عن تو كنترولرز. واضح هدول هم يعني at the extremes of the spectrum. عارفين شو يعني extremes of the spectrum؟ يعني هذا عم بعطيني ابسط 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 شيء واقل كوست، وهذا عم بعطيني اعلى كوست. لانه هون الكوست في البروجرام لوجيك كنترول ممكن يوصل بال 2000 3000 5000 حسب الكومبلكسيتي تبع السيستم. عاده اذا عندك سيستم بدك تصمم منه عدد قليل، وخاص لمشروع مثلا بده يصمم منه اثنين او ثلاثه، وما بدناش نقضي وقت كثير في الديفلوبمنت. وين الديفلوبمنت تايم تبعه اعلى بكثير وبده وقت كثير؟ هذا البي ال سي بامكانك انت خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع تكون مبرمج وعامل الديزاين تبعه ومجهزه لمشروع معقد. يعني هون بدنا نقعد وقت طويل حتى بابسط الاشياء. لو بدي اصمم الاي او هذا بدنا نقعد نصمم. فاحنا ليش نقعد نضيع وقتنا على هذا؟ اذا كان بقدر، اذا طبعا ممكن اني استخدم البي ال سي بوفر علي ديفلوبمنت تايم كبيره.